فاستكمالا للفيديو السابق، خلصنا البيانات الغير مبوبة. الآن نحكي في البيانات المبوبة، وقلنا ما بنقولش أن، بنقول مجموع أف، مجموع تكرارات، لأنه إحنا ما بنشتغل على عدد، بنشتغل على تكرارات، لأنه عندي جدول اللي هو فئات وتكرارات. فأس تربيع اللي هو التباين له قانون. إيش قانونه؟ نفس قانون إيش اللي حكينا فيه قبل شوي، اللي هو واحد على مجموع الأف ناقص واحد. ما بنقولش أن، مجموع تكرارات في مجموع الأف في إكس تربيع. مش قبل شوية كنا نقول مجموع الإكس تربيع، بس هنا بتقول مجموع الأف في الإكس تربيع ناقص مجموع الأف في إكس شرطة الكل تربيع. نفس القانون تاع اللي قبل شوي، بس دخلنا مجموع الإف، مجموع الأف عفوا اللي هو التكرارات. يبقى عشان أحل سؤال زي هذا، أول حاجة بدي أجيب اللي هو في الجدول، هيكون عندك اللي هو فئات وتكرار له اف. قلنا التكرار رمزه اف. يبقى انت عشان تشتغل على الجدول حتروح تقول بدي الاكس اللي هو المركز، السنتر اللي هو في النص الفئات. يعني مثلا كانت من واحد لثلاثة، حيكون النص اثنين، هذا المركز اسمه. يبقى هدول هو بيعطيك الفئات ومعطيك التكرار. انت حتجيب المركز، بعدين حتربع المركز، بعدين حتقول اف في اكس تربيع، لانه طالب مجموع الاف في اكس تربيع. هاي الاكس تربيع انا جبتها، الحين بضرب الاف في الاكس تربيع وبجيب مجموعها في الاخر. طيب هنا بده مجموع الاف، مجموع الاف ايش عنده مشكله فيه؟ بس سي اكس شرطه الكل تربيع. ايش اكس شرطه؟ هذه عباره عن الوسط. الوسط للبيانات المبوبه هو مجموع الاف في اكس على مجموع الاف. قانون مجموع الاف هيو حتكون جايبه في الجدول. يبقى هنا ححط عمود جديد اسمه اف في اكس. يبقى اف في اكس هذا عمود ثاني هحطه هنا عشان اجيب الوسط اللي هو مجموع الاف في اكس على مجموع الاف. هذا يعني شكل توضيحي. نبدا في سؤال عملي على الكلام اللي بنحكيه. معطيني جدول، معطيني فيه فئات وتكرار. الفئات من 0 ل 2، من 2 ل 4، من 4 ل 6، من 6 ل 8. والتكرار الفئة الأولى 4 3 2 1. الآن حروح أقول بده الانحراف والتباين. حروح أعمل جدول كالتالي، هاي فات وتكرار بحط مكانها F خلاص عشان القانون، تمام. بعدين بدي الإكس، بعدين الإكس تربيع هذا ثابت الكلام اللي أنا بحكي فيه، بعدين الأف في الإكس تربيع، بعدين الأف في الإكس. 100% هذول ثابتات بتحطهم دائما لما بدي يجيب الانحراف والتباين، تمام. يبقى هنا من 0 ل 2، هاي من 2 ل 4، من 4 ل 6، من 6 ل 8، وآخر حاجة بنحط دائما مجموع summation يعني. ماشي، صليت يا حبيبك النبي. طيب الأف معطيني إياها 4 3 2 1. مجموع الأف هنا، مجموع الأف 4 و 3 7 و 3 10. الآن الإكس المنطقة الداخلية أو المركز أو السنتر، مجموعهن على 2، 0 زائد 2 على 2 1، أو في المنطقة اللي في النص بين ال 0 وال 2 1. هذا الكلام راجعه حتلاقيه موجود عندك، بين ال 2 وال 4 3، بين ال 4 وال 6 5، بين ال 6 وال 8 7. الآن ربع للإكس هذه، تربيع ال 1 1، تربيع ال 3 9، ربع كل الإكس، تربيع ال 5 25، تربيع ال 7 49. الحين بدي اضرب الاف في الاكس تربيع، شايف الاف في الاكس تربيع، 4 في 1 وقت تتلخبط، 4 في 1 4، 3 في 9 27، 2 في 25 50، 1 في 49 49. الحين بدي اجيب مجموعهم، مجموع الاف في اكس تربيع اللي هو قديش بيطلع؟ 103، بيطلع 130. الحين بدي اضرب الاف في الاكس، هيو الاخيره، 4 في 1 4، 3 في 3 9، 2 في 5 10، الواحد في 7 7، مجموع طلع 30. الحين حلقة على القانون حشتغل. هاي القانون اللي عندي، هاي القانون، حقول أس تربيع بيساوي 1 على مجموع الأف هي 10، يبقى 10 ناقص 1 في مجموع الأف إكس تربيع، هاي جبته 130، 130 ناقص مجموع الاف 10، هذه هي مجموع الاف 10 في اكس بار تربيع. ايش الاكس بار؟ الاكس بار تجيبه على شقه،
اللي هو مجموع الاف في اكس على مجموع الاف اللي هو الوسط، خدناه اللي هو مجموع الاف في اكس هيو طلع قديش؟ 30. على مجموع الاف هيو 10 بيطلع بيساوي 3. يبقى هذه 3 تربيع، لانه احنا شغلنا اكس بار تربيع. يبقى الحين هتشتغل على الحاسبة، 1 على 10 ناقص 1، 1 على 9 في 130 ناقص 3 تربيع 9، 10 في 9 90، 130 ناقص 90 40، 40 على 9 أو 49 4.4. هذا إيش هو؟ التباين اللي هو أس تربيع. طب الأس الانحراف إيش بيساوي؟ أس الانحراف بدون تربيع اللي هو جذر 4.4. دائما الانحراف جذر التباين 100%. كلام بسيط جدا، هو هذا الانحراف والتباين، الانحراف المعياري والتباين، هذول القانونين، هذا اس وهذا اس تربيع، سواء مبوبة او غير مبوبة. هيك بنكون يعني اجملنا اللي هو الانحراف والتباين، سواء في البيانات المبوبة او الغير مبوبة. في اخر قانون حنختم فيه محاضرتنا اللي هو معامل الاختلاف، رمزه سي. سي له قانونين، قانون بقول الانحراف معياري على وسط ضرب 100%، او قانون تاني بقول لي المدى الربيعي على الوسيط ضرب 100%. يبقى له قانونين معامل الاختلاف، يا الانحراف المعياري على الوسط ضرب 100% لان انا بدي نسبة، يا إما المدى الربيعي اللي هو تاع المحاضرة اللي فاتت على الوسيط ضرب 100%. يبقى الانحراف المعياري مرتبط في الوسط والمدى الربيعي مرتبط في الوسيط ضرب 100%. طب حيسأل طالب أشتغل على الأول ولا على الثاني؟ حسب المعطيات. يعني لو كان معطيك الانحراف والوسط حتشتغل على القانون الأول، معطيك المدى والوسيط حتشتغل على القانون الثاني. لو قال لك جد معامل اختلاف قيم انحرافها 3 ووسطها 2، فحتروح تقول بكل بساطة الانحراف على الوسط 3 على 2 ضرب 100%. طب لو مديك المدى والوسيط حتقول لي المدى على الوسيط ضرب 100%. هاي كل الفكرة يعني ببساطة. إلى هذه يعني اللحظة نكون قد ختمنا مقاييس التشتت. ضل عندنا فصل واحد، وحدة واحدة حتحكي بإذن الله على اللي هو معامل الارتباط بيرسون وسبيرمان، والمعامل الخطي بإذن الله يعني إشي بسيط جدا وأنتم متميزين، ولكن بنتظر أنشطتكم. إلى هنا نقف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.